بسم الله الرحمن الرحيم. كل عام وانتم بخير، وربنا يملأ قلبكم دايما فرح ويملأ بيوتكم فرح. الحمد لله، ربنا أعاننا فصمنا ورزقنا فأفطرنا، وأنعم الله عز وجل علينا بعيد الفطر، وها نحن في شهر شوال محتاجين نصوم 6 من شوال. عند الإمام مسلم في صحيحه أن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من صام رمضان وأتبعه 6 من شوال فكأنما صام الدهر كله. ليه؟ اليوم في رمضان بعشرة، 10 في 30 بـ300. طب واليوم في 6 من شوال بعشرة، 10 في 6 بـ60. يعني الإنسان لما هيصوم 6 أيام من شوال كده كمل بفضل الله العام. وفي حديث لسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم: من صام رمضان فشهره بعشرة أشهر وأتبعه 6 من شوال فذاك تمام السنة كلها. أيضا هو من علامات القبول، لأنه معاودة الطاعة بعد الطاعة من علامات القبول، الاستمرار على الطاعات من علامات القبول. ما لم يكن الإنسان لديه ظرف أو سفر أو غير ذلك فلا حرج عليه. نقطة مهمة جدا، لو الست عليها أيام من رمضان ينفع تجمع معاها مع 6 من شوال؟ العلماء اختلفوا، بعض العلماء قالوا ما ينفعش، وبعض العلماء قالوا ينفع، وأنا ممن يرى أنه ينفع. ينفع تقضي بنية القضاء وبنية 6 من شوال، لأنه شرف الزمان له أثر في عظم الأجر والثواب إذا كان هناك داعي. وأيضا ينفع أن نصوم 6 من شوال في أيام الاثنين والخميس واخد الأجرين، 6 من شوال والاثنين والخميس. ممكن أصوم 6 من شوال معاهم نية 13 و14 و15، أصومهم في هذه الأيام، يجوز. كونوا تجار نيات واحرصوا على الطاعات واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. تقبل الله منا ومنك.